إذن هون بدنا نذكر الدايودز الأربعة اللي حطيناهم هون. لاحظوا كل واحد من هدول الـ IGBTs إيش في امبارلل معه؟ هذا حتى يسمح لهذا السويتش يتحول لـ Bidirectional Switch، يعني هذا الـ IGBT مع الدايود اللي بارلل معه وسميناه مثلا Q1 وD1. طبعا هذا هون الكنترول سايد وهذا هون الباور سايد، وانا حتى اتحكم بالباور سايد عمالي بتحكم في الكنترول سايد. هذا الدايود، الدايود راح يسمح للكرنت يمشي بهذا الاتجاه، مش هيك؟ والاي جي بي تي لما يكون كوندكتنج راح يسمح للكرنت انه يمر بهذا الاتجاه، فهذا اي كيو وهذا اي تي، فهذا صار باي دايركشنال سويتش يسمح للكرنت يمشي في الاتجاهين. اذا وجود الدايود الكارنت ممكن يمشي في الاتجاهين. هلا راح تشوفوا ليش في حالات معينه لما يكون عندي انفرتر بحتاج انه يكون عندي الدايت حتى يسمح للكارنت انه باي دايركشنال يشتغل كباي دايركشنال سويتش. هاي الحاله راح ارسمها هون. لو كان عندي انفرتر سنجل فيز انفرتر افترض انه عندي inductive loop. هاي اللود، فالاخضر هو اللود، هذا الانفرتر، هذا الدي سي سورس. انا بدي اخذ الدي سي سورس، الطاقه اللي في الدي سي سورس احولها لاي سي واحطها على هذا الاندكتيف لود. الاندكتيف لود هذا ايش بحتاج، اي سي ولا دي سي؟ اي سي، عشان هيك انا حطيته هون، انا بدي اغطيه انا بالاي سي، وراح اعمل السويتشنج، وانا بحدد الفريكونسي، فبعمل السويتشنج لهدول الفور ترانزستورز بحيث اني احقق الفريكونسي اللي انا بدي اياها، والفريكونسي راح اعرف الفريكونسي المطلوبه من التي البيريد اللي موجوده هون، فبعرف الفريكونسي والبيريد اللي موجوده هون، فبصير اشغل Q1 وQ4 Q3 وQ2 تمام؟ واضح لحد الآن؟ أنا الآن بدي أفرجيكم ليش الدايود هذا وين راح يجي استعمال الدايود الأول والثاني والثالث والرابع. واضح لحد الآن شو عندي؟ إيش راح يبين عندي على أطراف هذا اللود؟ راح يبين سكوير ويف، أو ممكن سكوير ويف إني أقلل شوي من عرض السكوير ويف فيكون عندي في فراغ هون إني أشغل Q1 وQ3 لفترة قصيرة، أو Q2 وQ4 لفترة قصيرة، بحيث إنه هون عندي يصير في فترة معينة فيها زيرو. هلا خلينا نطلع نشوف شو بصير بالكرنت اللي ماشي في هذا اللود والفولتج اللي جاي على هذا اللود. راح استعمل اللون الأحمر للفولتج اللي جاي على اللود
راح استعمل اللون الازرق للكرنت اللي ماشي في هذا اللود. تذكر انه هذا اللود اندكتيف لود. راح نشغل هذول لمده 10 ملي سكند Q1 وQ4 ولمده 10 ملي سكند راح اشغل Q2 وQ3. خلينا نرسم الويف فورمز. الفولتج اول شيء هذا طبعا تايم. خلينا نعتبر هاي 10 ملي سكند تقريبا. هاي 10 ملي سكند، هاي 10 ملي سكند. ولما بشغل Q1 وQ4 الاوتبوت فولتج، فخلينا نقول هذا الفولتج على اللود راح يكون، على فكره راح يكون 2 في اس، لانه لما بشغل Q1 في اس تطلع عندي هون بتيجي، ولما بشغل Q4 ماينس في اس بتيجي. فراح هذا اللي هو 2 في اس، مش هذا 2 في اس، ال 2 في اس اللي هون راح يتكون هون، فهذا راح يطلع معي بلس 2 في اس. مين الدايودز اللي اشتغلوا هون؟ هو ال Q1 Q4 مضبوط. وقديش هاي الفترة إذا أنا بدي 50 هرتز قديش هاي لازم تكون؟ 10 ملي زمنية؟ 10 ملي سكند. وهاي 20 ملي سكند. بعدين شو راح أعمل؟ راح أطفي Q1 وأطفي Q4 وأستنى شوي صغيرة عشان إيش أتأكد؟ انه الكرنت اللي في Q1 وانه Q1 وQ4 راحت عنهم السيجنال قبل ما اشغل Q2 وQ3. بلس 2VS ماينس 2VS Q2 وQ3 تمام. هذا الخط الاحمر هو الفولتج، وهذا الفولتج اللي هذا اللود راح يشوفه لمده 10 ملي سكند راح يشوف بلس ماينس في اس، ولمده 10 ملي سكند راح يشوف ماينس بلس في اس. فعم بشوف اي سي تمام. هل هاي اي سي ويف فورم؟ نرجع ناكد لنفسنا نعم، لانه الاريا هاي مساوي للاريا هاي، ارتفاعها نفس ارتفاعها وعرضها نفس عرضها، بس هذا كانه نيجاتيف وهذا بوزيتيف. فالافرج لما باخذ الافرج للويف فورم هاي قديش بيطلع؟ صفر. فتعريفها هي صفر. نيجي على الكرنت. الكرنت هون راح يختلف شوي لانه هذا اللود مش ريزيستيف. لو انه هذا اللود ريزيستيف كان ايش الكرنت اللي مر في هذا اللود؟ 100% ممتاز. راح يكون سكوير ويف بس راح يكون حسب قيمه الريزيستر، لكن هذا الكرنت ايش فيه؟ لاجينج. فالكرنت الاندكتر ما راح يسمح للكرنت انه يتغير فجاه، بده يتغير شوي شوي. فبعد فترة راح يتكون عندي كرنت زي ايش. بذكركم شكل الويف فورم هاي كاباسيتور تمام، بس هون مش كاباسيتور، ايش هون اللي موجود؟ اندكتور وريزستور. فهذا بتصير بيعمل اكسبوننشال جروث اكسبوننشال ديكي، اكسبوننشال جروث اكسبوننشال ديكي. فالكرنت لاحظوا شكل الكرنت، هل بيشبه شكل الفولتج؟ لا. ليش اختلف هون بالحاله هاي؟ لا. لانه في عندي اندكتور وريزستور، فالاندكتور وريزستور اللي موجودين هون خلوا الكرنت يختلف شكله عن لو انه كان ريزيستيف. لو انه هذا اللود ريزيستيف كان شكل الويف فورم الزرقاء بيكون عباره عن سكوير ويف، بتشبه السكوير ويف هاي بس سكيل حسب قيمه الريزيستر. بس هون عندي كرنت عماله بتغير بهذا الشكل. واضح هاي النقطه ليش صارت؟ الاندكتر ما راح يسمح للكرنت انه يتغير فجاه، لازم يكون في تغير الكرنت تدريجي في الدائره هاي. رغم اني حطيت فولتج بوزيتيف بس الاندكتر راح ياخذ وقت حتى يعمل جروث، وراح ياخذ وقت حتى يعمل ديكي. هلا نطلع على المراحل المختلفة هون. لو جينا اطلعنا على المرحلة هاي، الفولتج بوزيتيف مظبوط والكرنت ايش؟ بوزيتيف. بوزيتيف الفولتج بوزيتيف والكرنت بوزيتيف.
إذا الفولتج بوزيتيف معناها الفولتج راح يكون Q1 شغال وQ4 شغال مظبوط. والكرنت بوزيتيف فوين راح يمر الكرنت؟ راح يمر في أي كومبوننت مش Q1 on وQ4 on، فراح يمر الكرنت في مين؟ في الـ IGBT مظبوط؟ راح يمر هين هيه، بعدين راح يمر في هذا الـ IGBT راح يرجع، ما في مشكلة بالفترة هاي مظبوط؟ لأنه الكرنت بوزيتيف والفولتج بوزيتيف. بس بالفترة هاي إيش راح يصير؟ إيش إشارة الكرنت؟ نيجاتيف. بس الفولتج، فالفولتج بوزيتيف Q1 اللي شغال Q4 اللي شغال، بس الكرنت بده يمشي نيجاتيف. يعني إيش بده يمشي نيجاتيف؟ يعني بدل ما يمشي هيك بده يمشي هيك. إذا الكرنت ماشي في هذا الاتجاه وين بقدر يمر؟ بقدرش يمر في Q1 Q2 off. Q1 شغال بس الكرنت ما بقدر يمشي في Q1 مظبوط؟ بمشي في D1 D4. فخلال الفترة هاي هون يمر الكرنت في D1 D4، خلال الفترة هاي الكرنت بمر في Q1 Q4. نيجي نطلع على الفترة هاي، الفترة هاي اللي هون الفولتج بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. لا فولتج. فولتج. فولتج نيجاتيف يعني هيك موجود مظبوط؟ جاي بوزيتيف هون والنيجاتيف هون. مين اللي شغالين خلال الفترة هاي؟ Q2 وQ3. والكرنت المفروض انه يمشي بهذا الشكل هيك هيك وهيك، بس الكرنت نيجاتيف فالكرنت بده يمشي بهذا الاتجاه هيك. اذا بده يمشي بهذا الاتجاه Q3 on بس هو ما بيقدر يمر بQ3 هيك، وQ2 on ما بيقدر يمر بQ2 هيك، Q1 وQ4 off. فالمسار الوحيد للكرنت هو وين يمر؟ D3 D2 D3. بعد ما يصير الكرنت نيجاتيف بمين بمر الان؟ Q2 و Q3 on، فبمر ب Q2 وبمر ب Q3. فخلال الفتره هاي الكرنت مساره هو Q2 Q3. يعني لو طلعنا على الفتره هاي الكرنت كان له مسارين، في فتره كان ماشي في مين؟ طيب يمشي بالدايودز D1 D4 لحد ما اشارته صارت نفس اشاره الفولتج. لما اشارته صارت نفس اشاره الفولتج بمين الكرنت مشي؟ Q1 Q4. لما اجينا هون عكسنا فجاه، الاندكتر ما راح يسمح للكرنت انه فجاه يعكس اتجاهه ويصير نيجاتيف، بده يضل بوزيتيف لفتره معينه لحد ما يوصل زيرو. خلال الفتره هاي مين ساعدني؟ دي 2 دي 3. اذا دي 1 ودي 2 دي 3 ودي 4 ضروريين في حاله اذا كان اللود ايش؟ اندكتيف. لو انه اللود ريزيستيف هل كنت بحتاج دي 1 ودي 2 ودي 3 ودي 4؟ اوكي. والدايود حول هذا السويتش الى باي دايركشنال سويتش. اذا الكرنت بده يمشي بهذا الاتجاه بمر بQ1، اذا الكرنت اشارته معكوسه بمر في D1. فهذول كلهم صاروا هذا باي دايركشنال سويتشز، بيقدروا يسمحوا للكرنت في كل واحد هذول السويتشز يمر باتجاه او بعكس الاتجاه.